السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين درس اتصال الدالة العددية. إذا التمرين اللي قلت نعتبر المعادلة الجذر من رتبة 3 ديال إكس زائد 1 زائد 2 إكس تساوي 2. بين أن E تقبل حلا على الأقل في المجال 0,7. إذا أول حاجة خصنا نوضع واحد إف لي إكس تساوي، إذا كتكون عندنا كانت عندنا معادلة على هذا الشكل تساوي 2. إذا داك الجوج غادي يردوها للطرف الثاني غترجع ناقص 2 تساوي 0. إذا هاد التعبير كله غنوضعو تساوي إف ديال إكس. إذا السؤال غادي نبينو بأن المعادلة إف ديال إكس كتساوي 0 تقبل حلا وحيدا أو حلا على الأقل في المجال 0,7. إذا باش يمكن لي نجاوب على هذا السؤال غادي نطبقوا مبرهنات القيم الوسيطيه. اذا يكفي نبين بان اف متصل على المجال 0,7، ونبين بان اف ديال 0 اف 7 اصغر قطعا من الصفر باش يمكن نستنتج ان المعادله تقبل حلا او على الاقل حل في المجال 0,7. اذا ندرسوا الاتصال. اذا لدينا اذا هذه المعادله هذا اف دو اكس على شكل مجموع دالتين. اذا بما ان اذا الداله الاولى هي 2 اكس ناقص 2، اذا بما ان الداله دائما الداله كنديروا اكس وكنديروا واحد السهم، يعني 2 اكس ناقص 2، بما ان الداله 2 اكس ناقص 2 متصله على R لانها داله حدوديه فانها متصله على المجال 0,7. الآن الدالة جذر إكس زائد واحد من رتبة 3. إذا هاد الدالة هذه بما أن كذلك الدالة إكس زائد واحد، إذا كناخدو التعبير اللي كاين داخل الجذر. إذا باش نبينو بأنها متصلة على 0,7 خصني نلقاها بأنها متصلة وموجبة على هذا المجال. إذا عندنا التعبير داخل الجذر، وبالتالي إكس زائد واحد راها أكبر أو تساوي 0، يعني إكس أكبر تساوي ناقص 1. إذا هذا التعبير هذا راه موجب على المجال ناقص 1 زائد لنهاية، أي موجب على المجال 0,7، يعني 0,7 راه ضمن المجال ناقص 1 زائد لنهاية. إذا بما أن الدالة إكس زائد واحد متصلة وموجبة على مجموعة تعريفها اللي هي ناقص 1 زائد لنهاية، فإنها متصلة على المجال إي. إذا الخلاصة مجموع دالتين متصلتين هو دالة متصلة. إذا F متصلة على المجال اللي هو 0,7. الان دابا غادي نبينو الشرط الثاني. اذا غادي نحسبو اف ديال 0، اذا نعوضو اكس 0، اذا الجذر ديال 0 زائد 1 هي 1 زائد 2 في 0 ناقص 2، اذا 1 ناقص 2 تساوي ناقص 1. اذا اف ديال 0 اصغر من 0، اذا ناقص 2 أصغر من 0. الآن دابا F ديال 7، إذا هي الجذر من رتبة 3 ديال 7 زائد 1 اللي هي 8 زائد 2 في 7 اللي هي 14 ناقص 2، إذا هي 12. إذا هدرا قيمة موجبة. إذا F ديال 0 F ديال 7 أصغر من صفر لأنهم جداء عددان لهما إشارتان مختلفتان. إذا شنو هي النتيجة؟ إذا حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة F لي X تساوي 0. يمكن نعوض F لي X بالقيمة ديالها اللي هي جذر X زائد 1
زائد جوج إكس ناقص جوج تساوي صفر، تقبل حلا على الأقل في المجال 0 7.